ورجعنا لكم من تاني في حلقة جديدة من بوكيمون ليجندز أرسيوس. أنا بروفيسور ببعم من قناة بوكيمونيين أو بوكيمونيين، وإحنا النهاردة في بقية لرحلتنا إن إحنا نكمل كل البليتس أو الحجرة اللي إحنا اتفقنا عليها. يعني لحد دلوقتي إحنا معانا 12 من أصل 17، وفاضل عندنا، تعالوا نبص في الميشنز أو الريكوستس، أظن الميشنز فاضل 4. أنا خدت بالي من الموضوع ده إن إحنا فاضل 4 بليتس بس. فهل معنى كده إن إحنا في بليت معين هندور عليه بشكل مختلف ولا إيه؟ عموما مش هنختلف. تعالوا دلوقتي إحنا عايزين نبدأ بـ The Plate of Lakes. فهناخد الميشن بتاعتها دي، هي الجايد بتاعنا، وهنطلع على طول من جوبيلايف فيليج. هنروح على احنا المفروض نروح التلات اماكن بتوع الليكس. طبعا انتوا لو فاكرين عدينا على ازلف وماسبريت واوكسي، فهنعملهم بنفس الترتيب تاني. نبدا ب ماسبريت اللي هي موجوده في الاوبسيديان فيلد لاندز، وطبعا لو شايفين هنا كوكي قاعده اهي. كوكي بقى ضيف قهري معانا في الحلقات، انا مش متضايق يعني، بس ايه بشارككم معايا. ممكن نشيل الماركر ده. بيني وبينكم انا استغليت الفترة اللي هي ما بين الحلقات وعملت شوية شايني هانتنج كده، مش على ستريم يعني، لوحدي. بتبقى مشكلة كده بتواجهني دايما ان انا ببقى نفسي العب اللعبة، وفي نفس الوقت طبعا انا عايز اسجل اللي هي البوست جيم بعد ما خلصنا القصة الاساسية للعبة، فبلاقي نفسي مش عارف اعمل ايه، فبقعد اعمل شايني هانتنج. يعني هعمل ايه؟ ووصلنا لاول ليك جارديان، اول حارس في البحيرات ماسبريت. هل هيبقى نفس الحاجة زي قبل كده؟ لا، المرة اللي فاتت لما جينا كان في، لو فاكرين، جودرا أظن، هيسويان جودرا ألفا كمان. أوكي، تقريبا هنخش في باتل معاها. أوكي، عايزين نحاول نمسك طبعا ماسبريت بما أن هي سابت لنا الفرصة دي. واعذروني لو أنا بقول هي أو كده، ماسبريت يعني لونها بينك. و سوري، فبحسها يعني كائن أنثوي إلى حد ما. طيب أدي أول أكوا تيل قلشت. طيب تاني واحدة ضربت الحمد لله. أوه عملت كتير. ريكفر. هنقعد هنا مع بعض للصبح يا جماعة. طيب نجرب واحدة أجل ستايل أكوا تيل. هو سامرات لما بيجي يعمل دي كريتيكال هيت؟ لا مش كريتيكال هيت. نعمل تاني اكو تيل. لما بيجي يعمل الاجايل او السترونج ستايل بيحول لفوق ليه؟ حد خد باله من النقطة؟ طيب احنا عمالين ايه؟ الضربات بتاعتنا ما بتجيش الحمد لله. بس وهنا ما بتعملش كفر. طيب شكلنا هنقعد هنا كتير يا جماعة، عشان انا الاكوا تيل بتاعتي كمان ايه بدأت تخلص. طيب تعالوا نجرب نغير. ممكن انزل جودرا. انا للاسف ما عنديش حد في البوكيمون دول متعلم تانت، وتانت واحده من الموفز اللي هي بتمنع الستاتس موف زي ريكفر وتاندر ويف والحاجات دي يعني. فلو كنا معانا حد معاه تاونت كان ممكن ماسبريت ما تعملش ريكفر، بس هي اصلا ريكفر اظن مش كتير قوي يعني. طيب هي في الاصفر تحت النص، نجرب نرمي الترا بول. طبعا لا، طبعا لا، الميستيكال باور دي موف جديده دي، ما علينا.
اول مره اشوف الموف دي، ما اظنش انها موجوده دي، واضح انها حاجه جديده في اللعبه. اه ماسبريت، ومسكنا اول حارس معانا اخيرا ماسبريت، وهندخل في كاتسين. اوكي there are two more lake pokemon left to be caught. يبقى احنا فعلا ده جزء برضو من تجميع البوكيدكس بتاعنا، يعني مهم ان احنا ايه نخلص نمسك البوكيمون دول على اساس ان احنا عايزين نخلص البوكيدكس بتاعنا. احنا فاضل لنا اصلا قد ايه في اللي هنا؟ 197، يعني 50 الا حته. طيب حلو. مش عارف برضو علشان قابل ارسيس هيبقى على اساسي ان احنا نمسك كل البوكيمون مره، ولا لازم نخلص الدكس انتري بتاعتهم، فاهمين قصدي؟ ماسبريت عامه 7 مش وحش يعني. سترونج ستايل ماشي، ممكن. هنرجع للجوبيلايف فيليج، ومن هناك ان شاء الله نخش على اوكسي. ممكن بس قبلها اتاكد ان البوكيمون بتوعي الاتش بي بتاعهم ظبط. ممكن اشوف لو في حد يتعلم تونت من باب الاحتياط كده، بس ما اظنش. ده ما عندوش. طيب ممكن مثلا جاليد يكون بيتعلمها؟ لا برضو. طيب هنكمل باللي معانا، ويعني ماسبريت ما كانتش بشعه قوي. نروح ممكن لاوكسي الاول علشان نفس الترتيب اللي احنا مشينا بيه. احنا خلينا ازر في اخر واحد اخر مره. ولا انا مش فاكر، مش فارقه، ادينا رايحين. وفي كويست هنا ممكن نعدي ناخدها. طيب هنروح للبيرل ساتلمنت، اسف ده الدايموند ساتلمنت. هنا فين الريكوست؟ فين؟ اوكي الريكوست، اين انت يا ريكوست؟ لسه احنا المفروض قريبين قوي. انا ليه مش شايفه؟ اهو. ايه ده ادمان. اوكي هي اف ات ازن بابعم جود تايمينج اي فاوند سم تريجر يود بي انترستد ان. ايه خير يا رب. ديد ات ميك يور ايرز بيرك اب؟ طبعا معاه كنز عايز يديه لنا يوريه لنا. هابي تو فيل ان اف يور كيوريوس. طبعا اكيد. That's that. There is that survey core spirit. هي دي روح ال بعتذر يا جماعة عن الكحة والله. روح ايه؟ القوات الاستكشافية. Curiosities what moves science forward. طبعا الفضول هو اللي بيحرك العلم. Diamond Clan's treasure. Here's the deal. I want you to show me what's in your mind, your heart, your soul. In short, battle me. Oh, okay. ادمان عايز يخش معانا في باتل، مفيش مشكله، يلا بينا. اوه انا افتكرت ده معاه ليفيان واحنا منزلين سامرات اول واحد، مش حلو. مش مشكله ممكن نبقى اوكي. من اخر مره جودرا هي اللي في الوش، كويس قوي. اوه امبريون كمان، نايس. ممكن نعمل دراجون بولس احسن حاجه الحقيقه. الحلو ان ليفيان كده كده احنا ايه بنريزيست الكويك اتاك، مش تعمل لنا اي حاجه. بصوا اتش بي يعني يا دوبك. دارك بولس ممكن ما عملتش قوي برضو. ايه ده في فيبوريون كمان، انا ما شفتش الكلام ده. طبعا ليف بليد ما ولا اتحوق فينا لان كواد ريزيستد. احنا ستيل ودراجون فمش هنحس باي حاجه، جراس ولا واتر ولا فاير هنحس بيها، اللي هو عادي نيوترال يعني. امبريون للاسف هيبقى مشكله شويه، فاحنا ممكن نعمل واحده سترونج ستايل. امبريون واحد من البوكيمون اللي هو عندهم بالك عالي قوي يعني.
شفتوا ازاي يعني سترونج ستايل دراجون بالسو ما ماتشو برضو. لا اكو تيل مش تعمل قوي. طيب هنديله واحدة ايس بيم هيموت. تمام. فيبوريوم برضو عنده سبيشال ديفنس عالي قوي. ف هنعمل اول واحدة. اوكي احنا عندنا تورين ورا بعض حلو. اثنين دراجون بالس ورا بعض هنموتهم ان شاء الله يعني. ونبقى انتصرنا على ادمان. معلش انا بعتذر والله يا جماعة. مشكلتي ان انا بيجيلي حمودة كتير قوي. You're really something and I'm a man of my word. So here's the treasure. اوكي هيديهولنا على طول. Adamant crystal. When used on Dialga, this large glowing gem wells with power and allows the Pokemon to change form. مبروك يا جماعة وصلنا لسر تغيير الشكل بتاع ديالجا. وطبعا معنى كده انه في برضو نفس الميشن دي مع إيريدا هتدينا اكيد حاجة برضو تخلي بالكيا شكله يتغير. ف ده شيء ممتاز جدا. ممكن نعالج اسمها ايه، محتاجة شوية اتش بي. جودرا محتاجة اتش بي. يلا يا عم بريفياري مش فاضيين لك احنا. طيب بما ان هنخش مع اوكسي. اوكسي برضو بالكي قوي يعني بوكيمون ديفنسز سوري احنا جينا ازل فعلا. معلش يا جماعة انا اسف. انا اللي اسف مراتي. طيب ممكن ننزل، هقول لكم خلي توجيكس اللي في الوش المرة دي. ممكن نديله مش هتفرق تراي اتاك. مون بلاست قوية شوية يعني مش عايز ايه اموت ازلف لان انا بالتأكيد عايز امسكه. ازلف بقى بوكيمون ايه ما عندوش ديفنسز عالية قوي، ما عندوش دفاع يعني الدفاع بتاعه مش اقوى حاجة في الدنيا. نديله اجل ستايل تراي اتاك بس علشان لو حصل كريتيكال هيت ولا حاجة لا قدر الله مش عايزين نموته. تمام. المفروض اسيف والله على فكرة يعني المرة الجاية هسيف قبل ما ندخل علشان لو قتلناهم بالغلط ما ممكن نعمل ريسات للعبة. اوكي ازلف مسكناه. خدت بالي انه الكرة لما بتنط اللي هي النطة الصغيرة قوي دي بيبقى معناها ان البوكيمون اتمسك خلاص. يبقى كده فاضل حارس واحد اخير هنروح نمسكه هو اوكسي. لحد دلوقتي ماشيين بخطوات سريعة يعني معنى كده ان شاء الله ممكن نخلص اتنين من الميشنز في الحلقة دي يعني. تمام. كويس شفنا ليفيون كده الدكس انتري بتاعته اكتملت. وممكن ان شاء الله يعني نبقى نطور من الايفي يعني انا اظن مسكت ايفي عدد مش بطال. وحتى لو مسكناهوش يعني احنا عندنا فرص كتيرة ان احنا نخش في الاوت بريكس والحاجات دي. اهو لسه بقول على الاوت بريكس وفي هنا كروغانك اوت بريك بس يعني ما علينا. هنكمل مع بعض. الباتل الجاية ممكن نعمل مين يبقى يواجه. ممكن اخلي تايفلوجن والله فكرة مش وحشة. فين بقى؟ ليك اكيوتي بعيد قوي. وهنا بصوا دي البيرل سيت المنتهي اظن اللي جنبها على طول ده هيبقى الـ المكان اللي فيه إيريدا فممكن نروح نحاربها وناخد الايتم اللي هي هتغير
الفورم بتاع بالكيا بالمرة. يلا بينا. انا مش لازم نقرأ التكست يعني، هيبقى نفس الفكرة ونفس المحتوى المضمون يعني، اللي هو عايز الكنز اللي معايا. اه والله عايزه. طب يلا خش معايا، يلا هنقطعك في باتل، مفيش مشكلة يعني. هلا تلعب لنا مزيكا، نفس الأغنية اللي لعبتها لما وصلنا المكان اللي فيه أركناين كوبلت كوستلاندز. والله مزيكا لذيذة والله، بس هي ما بتغيرش مكان صوابعها خالص يعني. اقنعونا انها بتلعب، اقنعونا. My partners and I are going to get stronger and travel all across the wide world. ماشي يا ستي، هصدقك. هي بقى معاها اكيد التلاتة ايفولوشن ستالين، اسبيون وجليشيون وفلاريون. طبعا واضح ان احنا اخترنا احسن بوكيمون يواجه جليشيون. مبدئيا فليم ثرور، اودعك. اسبيون هنعمل عليها اللي هي انفيرنال باريد. افلاريون اصلا ما اتحركش، انفيرنال باريد طبعا هتموتها من ضربه واحده. تمام، يعني بوكيمون دول الديفنسز بتاعتهم مش اعلى حاجه. ممكن سترونج ستايل انفيرنال باريد على اساس ايه؟ ننجز في الوقت، وكانت كافية انها تموت فليريون، فتمام كده. خدنا الحاجتين اللي احنا محتاجينهم نغير بيهم شكل بالكيا ودايرجا. مش كورونا اوعدكم. Stronger than you out in the world with Pokemon stronger. خلاص يا إيردا. أيوة اديني إيه بقى؟ Lustrous globe. أوكي. شكلها أحلى بكتير من التانية. When used on Palkia, this large glowing globe wells and with power and allows Pokemon to change form. جميل جميل. ممكن لما نخلص الحارس الثالث اللي احنا رايحين نمسكه دلوقتي. أوه ثلاثة كومت شارد. حلو، دي فلوس كتيرة دي. ممكن لما نخلص الحارس الثالث دلوقتي نغير الفورمز بتاعت الاثنين بوكيمون دول ونشوف هيبقوا عاملين ازاي يعني. فين سنيزلر؟ يلا ننجز ننجز. صحيح يا جماعه، ممكن اقول لكم طلب يعني. سيبوا لنا تعليق في الكومنتس وقولوا لنا ايه احسن رايد بوكيمون عجبكم في اللعبه دي لحد دلوقتي. بصراحه يعني انا المفضل عندي هو ممكن اقول بريفياري. اولا من حيث السرعه وسهوله الانتقال، وبيبقى حلو في انك تكشف المنطقه لو في شايني، لو في ايتم معينه، في بوكيمون معين نادر ظهوره ظهر في المنطقه دي تروح تمسكه. ف دي ميزه بريفياري بالنسبه لي. فانتوا ممكن تسيبوا لنا تعليق قولوا لنا رايكم ايه انهي احسن رايد بوكيمون عجبكم. وده اوكسي هنخش عليه بتايفلوجن على طول. تمام. اديله ميستيكال فاير. اوكسي كده كده عنده ديفنسز عاليه زي ما انتم شايفين. ف اجل ستايل ايه؟ ميستيكال باور برضه. متاكد ان دي موف جديده عمرها ما كانت موجوده قبل كده. هيبنوسيس يا سخافه اهلك. ليه يا حبيبي؟ ليه باب؟ طيب تاني ميستيكال طبعا. ميستيكال باور وميستيكال فاير كلها حاجات ايه؟ شعوذه. تمام. تاني ممكن نضرب واحده كمان ميستيكال فاير. يا ربي يا ريت بس اوكسي ما يبقاش عنده ريكفر. واضح انه مش عنده، فده شيء كويس. جامدة اكسترا سنسوري عالية شوية علينا. ايوه بالظبط في ال
الاتش بي كده ممتاز. نرمي بقى الالترا بول بتاعتنا ونقول ان شاء الله اوكسي اتمسك. يلا تمام، نبقى خلصنا النهارده واحد من البليتس، يبقى معنا كده ممكن الحلقه الجايه ان شاء الله نعمل اتنين كمان ونشوف اللي هيبقى فاضل التالت ده هنجيبه ازاي. دريكو بليت، اوكي ده اللي هو بتاع الدراجون تايب طبعا. طبعا فولو اكيد هيطلع لنا من تحت الارض دلوقتي مش كده. Based on Kokita's hints it seems there might be three more plates left for you to find. بالظبط في ثلاثة لسه بالفعل فاضلين. طيب تعال نشوف نختار الميشن الجاية. Plate of Fire Spit ده هيتران، مون فيو طبعا كريساليا، و سنو بوينت تمبل ريجي جيجس. احنا ينفع نسافر من هنا؟ ممكن. تعالوا نطلع على سنوفيلد كامب. كده كده التلاتة دول مش موجودين. ايه كوكي؟ اقدم لكم كوكي يا جماعة. هي دايما شكلها كده كأنها لسه صاحية من النوم. بس ده علشان هي وشها منعكش كده. ايه كوكو عايزة ايه؟ طيب هتهرش. خلاص يا حبيبتي هتعوري نفسك. يا جماعة طبعا كوكي أقوى كلمة بتأثر فيها. بصوا أنا عايزكم تركزوا على وشها. كوكي عايز تاكلي؟ أنت بتهنية أوي كوكو. أقدم لكم كوكي يا جماعة. طيب تعالوا كده قبل ما نمشي، اتفقت معاكم إن أنا كنت عايز اشوف باكيا ودايالجا بالشكل الجديد بتاعهم، هل فعلا هنعرف نغيرهم وكده. بصوا يا جماعه دي الشاينيز اللي انا مسكتهم لحد دلوقتي. يعني يا ريت لو انتوا بتحبوا حاجه زي كده ابقوا تابعوا الحلقه، يعني سوري القناه بتاعتنا. هتلاقوا دايما اوقات كده ان انا طلعت لايف وبصور ستريم بنبقى بنستارت فيه شاينيز، ف هتعجبكم يعني اوعدكم هتنبسطوا معانا. طيب فين دايالجا؟ وفين بالكيا؟ يا جماعة اللي يشوف دايالجا او بالكيا يقول اهو، يشاور بايده. هو في طريقة طبعا اسهل بكتير من تضييع الوقت اللي انا بعمله ده، بس ايه، ادي دايالجا اهو. طيب اظن معنى كده باكيا مش بعيد قوي. يا ابني يا حبيبي باكيا 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 اين انت يا باكيا؟ اهو تمام. اللي لقاه قال اهو ولا لا؟ طيب تعالوا كده نجرب الايتمز الجديده اللي معانا. هي اصلا فين؟ في الكي ايتمز ولا في الكي ايتمز فعلا. تمام اهم، تعالى نغير شكل دايالجا. الله اكبر، دايالجا ترانسفورم وبالكيا. تمام طيب تعالوا بقى ايه نطلعهم كده قدامنا. يا ساتر يا رب. يا جماعة والله يعني ديزاينات مرعبة والله. يعني لو في حد كان قرر انه يعني يرسم حاجة كابوسية، يا ساتر يا رب، تحس انه ايه فرانكنستاين كده. تعالوا كده ايه ناخد فيرست بيرسون فيو. يا ساتر يا رب، احنا نعمل دي ان شاء الله الايه الثام نيل بتاعت الحلقه. عشان بالليل يجي لكم كوابيس ان شاء الله. والله حاجه مرعبه جدا. طيب اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفصل الصغير ده. انا ما بيني وما بينكم بقى ايه قررت ان احنا ناخدهم بالترتيب، فيلا بينا على الفاير سبيت ايلاند.
لا والنبي ما تجيبش سيرة بوكيمون مهم. ها ايوه ايه ده، هو حاطين لنا اتنين علامتين هنا ليه؟ طيب هنطلع على كوستلاند، كوبلت كوستلاندز اسف. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. او كات سين. اوكي عندنا مشهد كده سريع. The festival attended by everyone in the clans and galaxy team like, oh, it was wonderful. Alhamdulillah, والله. Being able to spend time with Iskan in front of everyone was like a dream come true. طبعا احنا عارفين ان هي وإسكان بيحبوا بعض. وبعد ما انقذنا الهيسوي، منطقة الهيسوي، طبعا ايه احنا عملنا احتفال كده سريع. You speak in such disparaging terms of the seat that my lord Arcanine calls home. عشان هي طبعا إيردا متعودة انها تقعد في اماكن ساقعة. مكان البيرل سيتلمنت طبعا. Stop with that silly old nickname in front of others, won't you? فلينا ما بتحبش حد يقول لها لينا، فما علينا. هما طبعا صحاب من زمان فما علينا. Anyway, you heard her. Please get to Firespit Island so we can resolve this. حاضر. جماعة ايه رأيكم في قصة شعر ساسكي دي؟ ايه رأيكم؟ هل هو عجبكم؟ طب احنا مش لازم ناخد بريفياري، احنا ممكن على طول نعمل فاست ترافل على كلم بالينا شوف مالها عايزة ايه. Arcanine has settled into his role as lord quite nicely. He's learned how to control his frenzied might and can use it in battle at will. Okay. ريماتش. لا 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 مش دلوقتي. ما كنتش عارف ان احنا هنيجي هنا علشان ريماتش. اوكي ممكن نبقى نعمل حلقه نعمل فيها ريماتش لكل النوبلز. واضح ان هيبقوا كلهم موجودين يعني. Thank you for coming so far out of your way. Wasn't Lena joining us? It seems she wanted some time with her lord. مش عايزة تيجي معانا فهتقعد مع اللورد. She knows I can't stand sweltering places like this. طبعا هي إيردا ايه زعلانة لأن مش عايزة تروح، فاحنا هنروح كده كده من غيرهم يعني، مش فارقة كتير والله. تعالوا ندخل، أكيد هي تران جوه يعني، أنا مش هتفاجئ يعني. أوادي هي تران أهو. كيرف الحاضر اعمل ايه يعني. طيب تعالوا نسيف عشان بس لو قتلناه بالغلط ولا حاجة لا قدر الله. ايه ده؟ اوكي ما ينفعش نرمي بوكيمون بتوعنا. امال ايه؟ نرمي عليه بول اوف ماد يعني؟ لا ما تقولش، عشان كده هي سايبينها لنا في الارض. اوكي يا ساتر يا رب. انا عايز اجيب طيب البول اوف ماد فين؟ خش يا عم هيترن. انا مش فاهم حاجة، انا بحاول اكتشف معاكو. اوكي نفعت. اوكي مش عارف نرمي بوكيمون. اوكي ممكن نرمي بوكيمون تمام. هيتران يعني الديفنس بتاعه مش بطال. خلينا سيزلس ادج عشان لو الواتر موف موتته ايه ما نضطرش نعيد الفايت ده من اوله. ايرث باور. اوكي ما عملتش كتير الحمد لله. هنعمل واحد كمان سيزلس ادج. بلاش كريتيكال هيت. كويس قوي. تمام. هينزل الاحمر بالظبط. نرمي الالترا بول المتينه بتاعتنا واظن هنمسكه على طول. كويس والله. ده ممكن يطلع ده. يبقى زي ما قلت لكم شفتوا الحركه اللي هي الكره نط بيها كذا مره دي، دي بيبقى معناها انه مش شرط يكون البوكيمون اتمسك، فالحمد لله يعني. يبقى ناخد الايرون بليت. تمام
كويس جدا. At least the heats let up a bit. طبعا هيتران معروف ان هو بوكيمون بيطلع حرارة بس بيشع صهد. With both Arcanine and Heatran spewing flames about on a volcanic island, it certainly does get a bit toasty. طبعا يعني Arcanine وهيتران على بركان يعني انا عارف زي احنا لسه عايشين اساسا وما بخرناش يعني. Warden East, can I have to ask, do you think there was any need at all for me to be here? الحقيقة لا مالكيش اي لازمة. ما علينا ما علينا. You really think so? عادي يعني عادي سقف لها كده وايه يقول لها اه والله ده انت عشان الليدر بقى وانت الكبيرة بقى و... ايوه بقى ويلا بقى. You did great, شكرا يا حبيبي. حتى الكاركتر بتاعنا مش مقتنع باللي احنا بنعمله يعني. طيب هو كده المفروض يكون فاضل اتنين بليتس كمان. هل ده حقيقي؟ ثواني كده تعالوا نبص مع بعض احنا معانا كام حجر. معانا دول اربعة ودول عشرة اربعتاشر. هو قال فاضل اتنين. لا انا متأكد ان فاضل تلاتة. مستحيل يا جماعة. معانا ايه دلوقتي؟ معانا بصوا فاير ووتر الكتريك جراس ايس سايكيك وسكاي اللي هو فلاينج جراوند بويزن فايتنج ده اللي هو باج روك والدراجون وستيل. هيفضل فيري و فيري ودارك. فيري ودارك. في حاجه كمان فيري ودارك ومش عارف. هنشوف مع بعض الحلقه الجايه اكيد. هحاول افتكر ايه النوع اللي ناقص. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. طبعا لو محتوى عجبكم لحد دلوقتي في القناه اتمنى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. انا كنت بروفيسور ببعم معاكم في احدى رحلاتنا او جولاتنا في الهسوي من بوكيمون ليجندز ارسيس. ولحد المره الجايه اشوفكم على خير. سلام.